السلام عليكم، مرحبا بخوت. اليوم ان شاء الله غنوريكم هذا الموقع كاش بيب اللي غني عن التعريف، كيف وريتكم في الفيديوهات السابقه طريقه التسجيل وطريقه كيف جمع النقاط اللي هي اللي خصنا نجمعوا 51,000 نقطه باش يمكن لينا نربحوا 1000 درهم. اول حاجه كيف كندخل نشوفوا دابا كنسجلوا كندخلوا عادي، شفنا الطريقه كيفاش يمكن ليا نجمع النقاط من المشاهده ديال الاعلانات. عندي 200 نقطه، عندي 300 نقطه، كاين اللي فيها 1000 نقطه. وقلنا بان الا بغيتي تخدم بهاد باش تاخذ يمكن لك تخدم بهاد 1000 نقطه و 2000 نقطه خاص ضروري تكون عندك فيب، وباش تشري الفيب خاصك ضروري انك تدخل الفيب هنا وكتشري هاد الفيب هادي ب 49 درهم في العام، يا اما كتخلصها في وافا كاش يا اما كتخلصها بكارت كيشي ديالك. وهنا راه كاين فيديو السيده كتشرح كيفاش يمكن لك تخلص بالكيشي بلاكارت كيشي ديالك، ويمكن لك ديك الساعه كتولي كتفرج في الاعلانات ديال 1000 نقطة، ما بقيتيش غادي تفرج في هذا ديال 200 نقطة، تفرج ديال 1000 نقطة وتستافد وتحاول تجمع النقاط ديالك، لأن باش تربح 1000 درهم خاص ضروري يكون عندك 30,000 نقطة من الإشهارات و 20,000 نقطة من الباريناج. هذا إن شاء الله ملي غنكمل إن شاء الله غنديكم فيديو كيفاش غادي نديرو عملية ديال كيفاش نسحبو ديك 1000 درهم ديالنا. دابا غادي نوريكم كيفاش يمكن لك تحقق هاد 20,000 نقطة ديال الباريناج. الميزة الأولى اللي عطينا لو سيت يعني كاش بيب، عطينا واحد الميزة أننا يمكن لينا نشريو، كاينة هنايا سميتها كوميونيتي. هاد الكوميونيتي هادي كتقول لك يمكن لك تدخل مثلا تدخل مع تسعود ديال الليل أو تسعود وقسم تقريبا، ويمكن لك تشري باريناج، يمكنك تشري باريناج من الموقع، وهذه ميزة. ولكن خص يكون عندك فيب، كتدخل مع تسعود ديال الليل كتشري واحد فيب يكون عنده واحد 30,000 نقطة، وكيدوز عندك ديريكت في الباريناج، كيولي عندك بحال هذا. أنا شريتو ها هو اللي عندي في الباريناج، كنولي كل نهار مع تسعود ديال الليل كندخل كنشري واحد باريناج. وهنا إلا دخلتي البوزوان ديد راه كيشرحوا لك كيف اربح 1000 درهم، كيف اجمع 50,000 نقطه، ماذا افعل عندما اجمع 50,000 نقطه، يعني شرح لك كل شيء بالتفصيل. شرح لك على الباريناج شنو هو الفيب، كيف يمكنني شراء الاحالات بالنقاط. لاحظ معي كيف يمكنني شراء الاحالات بالنقاط، لاحظوا معي شغل هنا كاين السيده كتعطيك فيديو وكتشرح لك كيفاش يمكن لك تشري النقاط، كيفاش تشري الاحاله بالنقاط ديالك. من الميزه اللي كتكون درتي ديجا نتايا فاش كتكون تسجلتي وخديتي شريتي ديك الفيب، جمعتي نقاط كثير. هذوك النقاط لاحظ معايا مزيان، انا مثلا شرحت مع شحال عندي، عندي 103,250 نقطه، هما باغين لو سيت باغي على 30,000، انا زيد واحد 70,000 هي باش كنشري ديك النقاط، كنشري دوك الباريناج اللي انا محتاجهم. ممكن يكون عندك الحق تشري واحد 20 باريناج، يعني هما سهلوا علينا الخدمه. 20 باريناج كل واحد كتاخذ عليه 500 نقطه، الا حسبتي ضربتي 20 في 500 نقطه تلقاها هي 10,000، غتنقصي عليك 10,000 نقطة، بقات خاصك 10,000 نقطة باش تكمل باريناج. ديك 10,000 نقطة كيبقى عندك الحق تجيب 75 واحد يدخل معاك، كيكون عادي داخل معاك ب 100 نقطة، إنسان عادي داخل معاك ب 75 نقطة، وكيبقى عندك خمسة اللي خصهم يكونوا باريناج، يعني خمسة اللي خصهم يكونوا فيب، يعني خمسة اللي محققين الشور محققين الشرط الاول ديال 30,000 نقطه، وخمسه راه حاجه سهله انك تروج
الكود ديالك مع الناس في الانستغرام وفيسبوك ودخل معك 5 ديال الاحالات، 5 الناس. اما بالنسبه لديك 75 شخص عادي انه يدخل معك، حتى هي الا فكرتي شويه خارج الصندوق راه تعرف كيفاش تجمعها، لان ساهله. افكر شويه خارج الصندوق وغتفهم كيفاش يمكن لك تحقق ديك 75 شخص عادي، يعني غير داخل معك ب 100 نقطه. ولكن اللي مهم هو دوك 5 اللي غتجيب انت، اللي خصهم يكونوا محققين الشرط الاول اللي هو 30000 نقطه، يعني عندهم الفيب. باش غيولي عندنا، غتولي عندك اجي تشتلنا هنايا، يكون عندك هاد صديق جديد، يكون عندك 75 واحد، وهاد صديق جمع 30000 نقطة، تكون عندك 25 واحد، يعني في المجموع غيكونو هما 100 واحد، 100 محققين لك 20000 نقطة، وبهاد الطريقة يمكن لك تربح 1000 درهم. لحقاش إلا حسبتي 75 شخص عادي، كل واحد ربحتي عليه 100 نقطة، 75 ضربتها في 100 هي 7500 نقطة. هذه بالنسبة للأصدقاء جدد. و25 واحد صديق جمع 30000 نقطة، يعني 25 غضربها 500 هذه هي 12500. 12500 زيد عليها 7500 غتكون هي 20000 نقطة. وبهذه الطريقة كتكون حققتي الشرط الثاني اللي هو ديال الباريناج، ويمكن لك تسحب 1000 درهم ديالك. السلام عليكم. اللي بغى نشط الباريناج ديال سعودي الليل، شوف دابا دخلت الموقع، كنمشي ثلاث الشرطات اللي على اليسار، كنمشي لمون كونت، نمشي البروفيل، كنسد. انا سديت الموقع دابا، انا عاوتاني نحل، ندخل نتقيد ثلاث الشرطات اللي على اليسار، نمشي لسكونيكتي. كاين الجيميل ديالي، كاين المود باس، غندير هاد الكابتشا وندخل. دخلت نحيد هادي، غنمشي دابا ثلاث شرطات ونمشي لهاد كوميونيتي، شتيها التالتة، ها هو باقي محلول، باقي مدخلوش هادوك الأعضاء ديال الفي أي بي. أش كندير عاوتاني؟ مشي ثلاث شرطات، مون كونت، بروفيل، ونسد عاوتاني. كنبقى نحل ونسد، تيخرجوا ليا هادوك اللي فيهم في اي بي. امشي عاوتاني ثلاث شرطات، سكونيكتي، هات الجيميل، ها المود باس، نحيد الكابتشا وندخل. نحيد هذا، امشي عاوتاني ثلاث شرطات، كومينوتي، ها هو دابا تسد، شتيه. عاوتاني غادي نمشي مون كونت، بروفيل، نسد، حنا نخرج من الموقع ونرجع ندخل تاني. سكونيكتي، ها الجيميل مود باس، نحيد الكابتشا، ندخل نتقيد، نفتح، مشيت ثلاث شرطات، ندخل عاوتاني كومينوتي، باقي ما تحلش، نسد عاوتاني. هذه الطريقة باش كتشد هاد الفي اي بي. نسد عاوتاني ثلاث شرطات، نفتح، ندير الكابتشا، ندخل عاوتاني للموقع، حيد هادي ثلاث شرطات كومينوتي، هاهما تحلو، شتيهم؟ هاهي ولات 2069. هنا نقلب، هاهو بان ليا واحد في صفرة، ندير لي اجوتي، ندير اوكي، ونشوفو واش يقبلوه ليا ولا لا. غنشوف، نتسنى نتسنى نتسنى، فيليسيتاسيو، شديتو، شتيه؟ دابا كتسمى ربحتي. تيكونو بزاف، هات هاهو حتى هو، كتقلب بحال الموقع بالزربة، هاهما جوج خرين تاني، كدير اجوتي. وملي عطيتك 5000 كدير لي اوكي. دابا انا عندي حق في واحد.